نتكلم النهارده ان شاء الله على مانيفاكتشرنج كومبليت، صناعه الخرسانه، ازاي بتعمل او الخطوات والمراحل بتعدي فيها عشان تقدر تعمل خرسانه في مصر. صناعه الخرسانه ليها ثلاث مراحل. المرحله الاولانيه نسميها مرحله الاعداد او ما قبل الصب، ودي فيها خمس خطوات. الخطوة الأولانية اختيار المواد، الثانية تصميم الخلطة، اتفقنا إن دي هتبقى جزء من دراستكم إن شاء الله السنة الجاية. ثالث حاجة إعداد الفرم والشدات أو الفورم ورك أند شورينج، ثم تخزين المواد، وآخر حاجة انك تعمل المعايرات، ودي كانوا بيحتاجوها زمان للناس اللي بتصب في الموقع، لكن اذا كنت بتصب في محطه خلط او بتجيب خرسانه جاهزه فالخطوه دي غالبا مش هتبقى موجوده عندك، دي خطوه تخصصيه للناس اللي بينتجوا محطات الخلط. اول حاجه سيلكشن اوف ماتيريال، ايه هي الماتيريال اللي موجوده عندك؟ هتقول لي عندي حاجات كتير. عندنا مكونات الخرسانه الرئيسيه اللي هي عباره عن الاسمنت الاجريجيت، وعندنا مكون اضافي اللي هو بيكون اضافات الخرسانه والالميكسر. اتفقنا ان الناس اللي بتشتغل في محطات خلط بيستخدموا اي نوع من انواع الالميكسر. عندكم امتحان النهارده وحالتكم كده، اتفضل. كويس، اضافات كيميائيه نوعها ايه؟ الاضافات الكيميائيه انواع، يعني انت هتروح لحد تقول له عايز اضافات كيميائيه هيدي لك اضافات، ولا لازم تحدد له انت عايز ايه بالظبط؟ طيب ايه النوع اللي بيستخدم في محطات الخلط؟ حاول ذاكره لو سمحتم قبل الامتحان، لان اللي انا شايفه ده ما يبشرش باي خير. هتاخد الاجريجيت اذا كان عندك من انواع مختلفه من المتاح اللي موجود في البلد او في الاقليم اللي انت موجود فيه، وطبعا بيفرق معاك بالذات لما يكون الاجريجيت ده كراشت انك تختار مقاس محدد. المقاس يتوقف على ايه؟ يعني ايه العنصر الحاجه الرئيسيه اللي بتقول لي ان المقاس بتاع الاجريجيت بتاعي ما يزيدش على رقم معين او ما يقلش عن رقم معين. هل في معيار لحاجه زي كده؟ ماكسيمم نوع من الافريج سايز بيتوقف على ثلاث حاجات. الثلاث حاجات دول هما اصغر بعد خرساني بيبقى قد ايه منه؟ 20% ماكسيمم. سمك البلاطه الخرسانيه 33.3% من سمكها. مسافه بين اشياخ صلب التسليح الخالصه من 2 لثلاث ارباع هذه المسافه. بناء عليه تختار الاجريجيت بتاعك. بعد كده الاسمنت انواع مختلفه، وقلنا ان عندنا 27 نوع من الاسمنت ينضم تحت خمس انواع او خمس أصناف رئيسية اللي هم سميناهم سيم واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، على حسب إذا كان الكلينكر والجبس بس أو مضاف إليهم بعض الإضافات المعدنية. بعد ما خلاص قررت تستخدم أنهي نوع من أنواع الأسمنت وأنهي نوع من أنواع باقي الخامات، المفروض أنا عايز أجهز الحاجة اللي هتستقبل الخرسانة. الخرسانه هتتحط في ايه؟ فورمه ورك. الفورمه اللي بتتعمل دي يا اما تبقى فورمه على الارض بتعمل بلاطه مثلا او ممر او طريق، يا اما مرفوعه بتعمل سقف، يا اما ما بين الاثنين عمود حيط.
الفورم دي بيتحط معاها حاجه اسمها الشدات. الشدات دي هي جزء من الفورمه لكنها لازمه لتحويلها، يعني الفورمه بتاعت السقف اللي فوق هتفضل عاليه لوحدها كده ولا لازم حاجه تسندها؟ فبتلاقي الناس بتحط لها اعمده راسيه على حسب بقى الفورمه بتاعتك من الصلب، هتحط اعمده مواتير من الصلب معموله من الخشب هيحط عروق من الخشب. ثم من المهم جدا اتزان الفورمه في الاتجاه الجانبي، لان ممكن تخليها كويسه قوي في الاتجاه الراسي ولكن لو حد زقها افقيا تيجي واقعه. فعشان كده بتبص هنا هو الجزء الفوقاني، تبص تلاقي عندك في الصوره اللي فوق دي مجموعه من العروق زي ما انت شايفها جانبيا بتسند الفورم وورك بتاعك. الصورتين اللي تحت غير محددتين، دول بيبين لك الصوره اللي على الشمال ان انت لو ما عملتش الفورم دي والشدات بتاعتها كويس بحيث انها تستحمل الاوزان، لان هي دي اللي بتشيل وزن الخرسانه لحد ما الخرسانه تتصلب وتكتسب مقاومه كافيه انها تقدر تشيل نفسها. لو ما عملتش كده ممكن لا قدر الله يحصل لك حاجه زي الانهيار اللي انت شايفه هنا. طبعا الانهيار ده خسائر من كل الانواع. ليه بقى؟ الفورمه نفسها اتكسرت، وايه كمان؟ الخرسانه اللي انت صبتها وقعت، دافع ثمنها ودافع ثمن المكونات بتاعتها. وفي الاخر عشان تشيل كل الكلام ده وتفضي المكان علشان تقدر تبتدي من جديد لابد هتنفق انفاق كبير ما هواش قليل، زي تاخير الجدول الزمني بتاع المشروع. فعشان كده لابد تجهز نفسك كويس. المرحله دي بنسميها مرحله الاعداد. ممكن الفورم ورك يبقى شكلها زي الصوره اللي على اليمين تحت دي، معقد بقى شويه بالذات اخواننا المعماريين في بعض الاحيان يحتاج يخلي منظر جذاب للمنشا بتاعه، فتلاقي الفورم ورك بتاعتك تبقى فيها مجموعه من المنحنيات كتيره سواء في المستوى الافقي او في المستوى الراسي او في الاثنين مع بعض. طبعا كل دول بيتطلب عمال مهره عشان يعرفوا يعملوها، ويتطلب ايه كمان؟ تكلفة ووقت ومجهود وخماد عشان تقدر تخلصها. دي أمثلة من الفورم ووركس اللي هي ما هياش تراديشنال. هتبص مثلا السلم اللي بالسبايرال، السلم الحلزوني اللي موجود على اليمين. بص الكيرفيتشر بتاع السطح بتاعه وهو طالع. وبص المنظر الناس اللي صبوا الخرسانة اللي أنت شايفها دي، السطح بتاعها ناعم بنسميه فير فيس. ده ممكن ما تدهنوش وتستخدمه على الحالة بتاعته كده. لو بصيت الصوره اللي تحتيها شوف كميه بقى التعقيدات اللي موجوده، الدوران اللي موجوده اهو، فورم السلم حلزوني، صلب التسليح شايفه اللي مرفوض تحت، الحواجز الراسيه اللي هي بتعمل لك وش الدرج الامامي دون اللي بنسميها قايمه السلم، ثم تابعتهم وربطهم ببعض زي ما انت شايف كده، شايف السدايل الصغيره دي اللي رابطه يمين وشمال علشان تعمل ايه؟ الخرسانه دي عامله زي السائل في المرحله الاولانيه، ولو في سائل دون شلت انت الجنب بتاعه هيحصل له ايه؟ فلو هيقع. يبقى السائل الجنب اللي انت حاطه دون واخد كل الحمل الجانبي ده لحد ما الخرسانه تتصلب وتبقى هي اللي ماسكه نفسها. يبقى عليه احمال، لو انت ما قدرتش هذه الاحمال صح ممكن يحصل لك مشكله صغيره او كبيره على حسب الخطا اللي تم ارتكابه. لو بصينا في الصوره اللي على شمال تحت دي بيبقى نمط من الوحدات المتكرره. لو خدت بالك حيطه وفي الحيطه دي راح حاطط في النص زي علب. العلب دي بتحيلك بشكل ايه؟ لو ده حائط اللي انت شايفه الطول الراسي ده هيبقى ايه؟ زي الشبابيك كده، عامل زي الشباك، بحيث ان هو هيجي يقفل الجنب ده، الجنب اللي انت شايفه دلوقتي دي مرحله وسط، هيجي يقفل عليها. لما يصب الخرسانه هتملى الفراغ اللي موجود جوه الفورمه اللي هو فيه صلب التسليح الشبك اللي انت شايفه، لكن هل هيملى مكان العلب ده؟ هيتقفل. وبعد كده هو بعد ما تفك الفورمه وتشيل العلبه دي تبص تلاقي في مكان لفتحه الشباك موجود ومظبوط. دي من الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها، ان في انسيرت بنسميه حاجات بتتحط بداخل الفورمه علشان تحفظ لك فراغ. هي شغله حيه
عشان تمنع الخرسانة انها تدخله. طب الحيز ده هيتعمل فيه ايه بعد كده؟ زي ما انت شايف هنا ممكن يبقى شباك، ممكن الحاجات المتكررة او تظهر كتير في الاسقف اللي هي عبارة عن ممرات كابلات الكهرباء. يعني في الدرج اللي انت قاعد فيه ده اديك شايف مروحة في السقف، شايف اضاءة في السقف، ومفتاح التحكم بتاعها على الحيطة هنا. ازاي ده واصل اللي في السقف دوت؟ اكيد في ممر كده طالع من هنا طالع لفوق وماشي جوه السقف لحد ما يطلعها. الممر ده انت بتحطه في الاول يسموها الخراطيم بتاعت الكهرباء، ممر انبوبي علشان تقدر تمرر فيه الكابلات بعد ما الخرسانه تتصب، بيحجز لك مكان. اكتر من حاجه ممكن تاخد بالك منها، وطبعا تختلف على حسب انواع المباني، بالذات لما يبقى في مباني صناعيه ممكن تلاقي الممرات كتيره اللي عايز تفرغها او تسيب لها مكان عشان تعرف تستخدمها بعد كده. الصوره اللي فوق على الشمال دي هي عباره عن سلم، بس السلم دون مرتكز على ايه؟ على الارض اللي تحتيه على طول، وبالتالي انت مش محتاج قاع للفورمه، الفورمه تطلع هي ايه؟ الارض. وفوقيها على طول انت بس بتشكل شكل السلالم اللي طالعه. بيكون الكلام ده غالبا حدائق، ممرات، ما يسمى باللاندسكيب او تنسيق الموقع حوالين المنشآت. لو بصينا في الصوره اللي في النص هنا هتبص تلاقي ده سلم مرتكز على الارض وهو بعد ما تم الصبغه، وبرضه عمليه التدعيم وربط اوجه السلالم مع بعضها او الاوائل مع بعضها، وهي دي اللي بتنجح لك ان شكل السلم يطلع زي ما هو مطلوب. للاسف في بعض الاحيان او في كثير من الاحيان في ناس يقول لك ايه، ما هو السلم ده خلاص هيتحط عليه بعد كده جرانيت او هيتحط عليه رخام فمش هنهتم هنا. فتبص تلاقي الجوانب بتاعتك مقوسه، ايه اللي قوس الجوانب ديت؟ انه ما يبطاش كده عدل، وبالتالي لما الخرسانه تطبق هنا هو عايزه تزق الحاجز، والحاجز زي ما انت شايف كده طويل، لو انت لغيت القضيبين اللي في النص دول اللي رابطينه هتلاقيه حصل له ايه؟ لف. يقول لك بعد كده بقى نيجي يركب تجهيز بتاع السلم الارضيه بتاعته سواء من الجرانيت او من الرخام او غيرها، هو بقى يبتدي يربط ويملى وراه ويربط الشكل العدل ده. طبعا تكلفه غير مبرره، غير ان حد بيتاهل على نفسه ومش عايز يتقن الشغل اللي هو بيعمله. لو جينا بصينا على الشمال دي وحدات سابقه الصب، محطه الخلط بتحط فيها الفرن، ودي شكلها شكل كاميرا، دي كاميرا من كاميرات او الدعامات الرئيسيه اللي بتتحط في الكباري. بتطبق الموقع بتاع محطه الخلط، وزي ما انت واخد بالك كده عشان يسهل خروجها الجناب بتاعتها الراسيه، ما هياش راسيه لكن مالها مايله سلوبنج كده، عشان لما يجي يسحبها لفوق تتسحب بسهوله. طبعا زائد ان هو بيشحن الفورمه نفسها علشان يقدر يفصل الخرسانه او الكتله اللي هو صبها عما حولها. ده احد الحاجات اللي بتسرع المشروعات، لان هو بيصب كل الكاميرات مش على العالي ولا حاجه، بيصبها على الارض زي ما انتم شايفين كده، وبعدين ياخد الكاميرات اللي تم صبها دي يحطها على لوني ضخم ويحلها للموقع. هناك بيتم تجميعها ورفعها عن طريق قماش للمكان اللي موجوده فيه، من غير ما تحتاج بقى ان انت تخلط ولا ترمي حاجات في الارض، ولا تبقى الارض مليانه خرسانه تتصلب بعد شويه، ولا مكان للخلاط بتاعك وتشميل الخامات اللي موجوده وماشي العماله اللي بتشتغل. مجرد عمليه الرفع ودي بتسهل لك كتير وبتسرع عمليه الانشاء. طبعا الفورمه نفسها زي ما انت شايف في الصوره اللي على اليمين فوق دي، ممكن تكون هي نفسها استراكشر منشا ضخم زي ما انت شايف. دي طبعا اعلى من قواعد تداري فينا. اللي انت شايفه فوق ده لو بصيت على اليمين هتلاقي العامل عمال يمسك وعاء في خرسانه عشان يعمل لها دايجن علشان تقدر تتحط في مكانها. اللي بيعمله دوت معناه ان دي الفورمه اللي انت شايفها دي مدعمه افقيا وراسيا، فورمه لكنها من الصور. بص كده للشكل جاينت قد ايه،
يدور نفسه علشان يطمن ويتجمع، عملية نفسها معقدة وصعبة، وفي الآخر لو ما اتمسكتش كويس ممكن الكتلة الضخمة اللي أنت شايفها ديت تفتح الفورمة وتقع منها، وقد ينتج عن كده إصابات أكثر الناس اللي حواليك. طبعا الشكل اللي موجود تحت على اليمين بيبين لك في بعض الأحيان كمية المنحنيات اللي موجودة اللي هي شايفها في وجهات بعض المباني، بالذات المباني اللي بيعملوها لاند مارك أو منظر تبقى مباني لخدمة الناس كلها. وهتشوف كده شكل فتحات على شكل إلكتد في أماكن مختلفة، دي ممكن تكون عبارة عن ممرات عشان تدخل الهواء من المستوى العلوي لبطرمات تحت الأرض، سواء تستخدم دراجات أو مخازن أو أي تطبيقات. هنا بيبين لك في آخر صورة اللي تحت على الشمال دي ازاي الجنب بتاع الفورم وورك اللي احنا خايفين ان هو يتحرك بيتم تدعيمه بيسموها شكاله، شكاله اللي هي العرق او العنصر المايل اللي بياخد جنب العنصر الرأسي يربطه في الارض علشان يعمل له نوع من التدعيم الجانبي ما يتجوزش زي ما قلنا من شويه. هنا في الصورة دي الجديد اللي انت عايز تشوفه اللي تحت ده، شايف الممرات دي الخرطوم اللي داخل دوت، دي الخراطيم اللي قلنا لك بتبقى موجودة جوه الفورم وورك، لكن الخرطوم لما ياخد تشكيلات كده كتيرة ده مش مجرد بينقل ملف بينقل سلك كهرباء، ده هو عايز ياخد الشكل دوت لأغراض مختلفة. إذا كنت هتمرر فيه تيار كهربي فغالبا انت بتعمل ملف للتسخين، ده لو عندك الدنيا برد شويه او انت عايز تسخن المنطقه دي بدرجه زياده. في بعض الاحيان بيبقى الممر ده للتبريد. اتفقنا ان في حاله الماسف كونكريت بيتولد بداخلها هيت اوف هايدريشن عالي عشان ما تخليش يحصل لك الثيرمال جريدينت او المنحدر الحراري اللي قلنا عليه. في بعض الاحيان بتعمل ممرات داخليه وبتدفع ميه فيها، ميه ساقعه، علشان تعمل ايه؟ تمتص الحرارة الداخلية الناتجة من التفاعل حتى لو استخدمت لو هيت سيمان. طبعا دي حاجات فانتزي كده، ان يبين لك بعض الناس بيعملوا مسابقات لصب الخرسانة، والمسابقات دي يستخدم فيها مخاليط اسمنتية وفرم معقدة شوية بما فيها الطبعة هنا اللي تطبع لك على سطح زي الفورمة في النص، ممكن تاخد اشكال زي السينك اللي موجود هنا في الصوره اللي تحت على اليمين وفي النص. السينك ده اللي هو في حد بيحب يصطاد سمك؟ طب حد شاف حد بيصطاد سمك؟ طيب يبقى السناره فيها ايه في الاخر؟ حبل، والحبل ده فيه خطاط عشان يمسك اللي بتحط فيه الطعم، وقبل الاثنين ده في عوامه، وعشان العوامه دي تفضل في مكانها بتلاقي فيه سؤال، سؤال مين كان واقفين؟ ياخد الاشكال دي ومن بعض انواعها خرسانه ثقيله الوزن بالكامل عشان تقدر تحافظ على الطعم بتاعك والخطاط في نفس المكان اللي انت حاطط فيه. ممكن تتعمل من الخرسانه، طبعا الاشكال اللي موجوده على الشمال بتدي لك ممكن تعمل عمود او ده بيدستال، ممكن يستخدم كرسي في منطقه عامة للخدمة العامة وبتعمل الشكل بتاعه عامل زي الشجرة عن طريق فورمة من السيليكون اللي هو الراجل اللي فوق فاتحها بإيديه دي مرنة علشان تحط داخلها العجينة. طبعا في أشكال معقدة زي الصورة اللي على الشمال في النص دي، السمك بتاعها رقيق قوي، في حالة زي كده غالبا بتستخدم عجينة مية بسيطة. تخزين الخامات، الخامات بتخزن منفصل، يعني ما ينفعش تحط الرمل على الزلط مثلا كان كبير على صغير، ولابد عاده بتبقى رافعها عن الارض زي ما انت شايف كده بالذات الاسمنت، وبغطيه بمشمعات من البلاستيك بالذات لما تكون في الصيف في الشتاء بالنسبه للاقليم اللي عندنا او الاقاليم الاستوائيه اللي يكون موسم المطر عندهم في الصيف، لان لو الميه وصلت الى الاسنان ده هيحصل له ايه؟
هايدريشن وخلاص تصلي هينفعك في حاجه. فلابد وانت بتخزنه ده يكون في ميه ممكن تجري على الارض بترفعها على الطبالي اللي موجوده تحت دي اللي انت شايفها. ولا الدنيا تمطر عليه بينزل له مطر من فوق فبتغطيه بالمشمع في الطريقه دي. لو انت في محطه خط زي اللي شايفها في الصوره اللي فوق على الشمال والصوره اللي تحت بيبقى عندك منشآت للتخزين مش عمليه مؤقته اللي هي شغلته ان هو ينتج خرسانه. فلابد يبقى عنده مخزون من المواد الثانيه اللي هيشتغل عليها. فبتبص تلاقي زي الصوره اللي فوق على الشمال ده بنسميها صومعه. الاسطوانه الراسيه اللي طالعه فوق ومن تحت بيبقى لها شكل كونيكال مخروطي هي مصومعه بيتحط فيها الاسمنت والشكل المخروطي اللي موجود تحت عشان يتاكد ان الباودر ده ينزل وتنقله طبعا من المكان اللي موجود فيه لحد مكان الخلاطه العموميه او المركزيه بتاعه المنطقه. بتخزن الميه زي ما انت شايف كده صهاريج تنكات زي الثلاثه الصغيرين اللي موجودين في الصوره الفوقانيه دي على الشمال. ولازم طبعا يتم تنظيفهم بشكل دوري والا ايه اللي يحصل؟ الميه اساس الحياه وبالتالي تلاقي فيها تحالب نمل. خلاص؟ تحالب دي مواد عضويه. المواد العضويه مسموح بيها في الخرسانه ولا لا؟ طبعا مش مسموح بيها. فلو سبتها لحد ما ينبت فيها حاجه زي كده هتبقى انت اللي دخلتها بمعرفتك الى الخلاط. طبعا دي مش مقبوله. لو بصيت في الصوره اللي تحت دي هتلاقي غرف خرسانيه وزي ما انت شايف الرمل اهو متخزن على اليمين وعلى الشمال موجود عندك كتل الاحبار اللي هو يمثل فورس اكل مفصولين عن بعض. الاسمنت نفسه لو ما هواش في سايلوز قدام الاسمنت سايل حط الشكاير. الشكاير اللي انت شايفها هنا هتلاقي اكبر عدد 10 صفوف فوق بعضها لان الضغط من احد العوامل اللي بتسرع التفاعل. فلو عندك نسبة رطوبة قليلة في الجو وعندك الضغوط العالية هتفقد صف الشكاير اللي موجود تحت او الاثنين على حسب الارتكاز اللي فوقيه، لكن طبعا لازم تبقى عارف ان دي عملية بتاخد وقت طويل. فلو لقيت حد مخزن لك 20 شكارة فوق بعض بس هو مخزنهم النهاردة وهيستخدمهم بكرة الكلام ده مش هيحصل. لكن لما تخزن لفترات طويلة ممكن الضغوط للارتفاعات والضغطات الزيادة تخليك تفقد الجزء السفلي من شكاير الاسمنت اللي موجوده عندك. بتجهز صلب التسليح. صلب التسليح بيتجهز في بعض الاحيان في مصانع. اللي انت شايفه الصورتين دول اللي على الشمال دي بتاع الفايل. ايه الفايل دي؟ بيسموها بالعربي الخواجيت. دي عناصر للارتكاز على الارض. لما يبقى عندك منطقه فيها التربه السطحيه ضعيفه ردم بالذات الاماكن اللي كانت اماكن لتخزين المخلفات زمان وعندك منطقتين كانوا مشهورين عندنا في القاهره منطقه الفسطاط ومنطقه جبل الدراسه دول كانوا المفروض ان هم بيتحط فيهم ايه؟ مخلفات القاهره. واحده منهم تحولت الى اللي هي في الدراسه تحولت الى ايه؟ ايه اللي موجود في الدراسه؟ اكيد بتسال نفسك ايه الدراسه دي اساسا؟ كده؟ طيب. الدراسه دي اللي هي موقع مشيخه الازهر. وبالتالي موجود فيها هناك اتراكشن مشهوره او ايه اللي موجود هناك؟ الازهر بارك، حديقه الازهر. المكان دون كان عباره عن مكان تجميع مخلفات القاهره زمان. وبالتالي في طبقه كبيره جدا 30 40 متر من ايه؟ من مخلفات في ارض ضعيفه ما تقدرش تحمل عليها حاجه. فكان احسن استخدام ليها انك تحولها الى ايه؟ حديقه. نفس الحكايه كانت موجوده في الفسطاط، والفسطاط برضه فيها ايه يا رحرف؟ حديقه الفسطاط الاثنين موجودين فيهم واتوجدت مباني كان مبنى دور واحد دورين ما هياش حاجه عاليه لان الارض نفسها ضعيفه. لو اضطريت تبني مباني مرتفعه في هذه الاماكن الطبقة السطحية ما تستحملكش، فلابد تمرر الأحمال عبر قنوات إلى الطبقة العميقة، أصل الأرض. هو ده الفايل بقى شغلته كده.
ده عباره عن حفره في الارض هتدخل فيها التسليح بتاعك، لابد التسليح يبقى معمول من الاول بشكل كيلي او قفص زي ما انت شايف كده. تيجي مكنه الحفر تحفر، وبعدين الونش بيرفع شبكه التسليح دي ويحطها في الفرن بتاعه بالظبط. بعد كده نعمل ايه؟ هتصب عليها الخرسانه فتحصل على خرسانه مسلحه مسار قوي ينقل لك الحمل من السطح لحد التربه اللي موجوده عند العمق اللي فيه ارض قويه قادره على تحمل الاحمال اللي عندها. اسلوب معروف في البناء. اللي على الشمال ديت اللي هم مجمعينها بشكل ظريف كده دي عباره عن كنات. كنات عناصر تلتف حوالين نفسها فلوس عشان تعمل ايه؟ عشان تقيد الخرسانه اللي موجوده في داخل العناصر الرئيسيه اللي هي غالبا بتبقى الاعمده في المباني. بنعملها ليه؟ الصيف ده بنعمله ايه؟ ارجع افكرك باختبار الكراشنج، فاكره؟ تهشيم. انت حطيت جوه الاسطوانه بتاعتك مفتوحه الطرفين، حطيت جواها اجري. والاجري دي حاجه مكسره من الاول لوحدها هي تايه. لكن لما ضغطت عليها ايه اللي حصل لها؟ لقيتها بتستحمل احمال، ده انت حطيت عليها 40 طن بتاع السايده دي وتحملتها. ايه اللي خلاها تقدر تستحمل؟ لو بصينا ان في كومه محطوطه في الاجري من الزلط او من كسر الحجر في الارض. وانت رحت طالع كده رجلك عليها، ايه اللي هيحصل؟ هتجري من تحتيها. كده هتتباعد عن بعضها، لكن لو انت قيدتها مكان ايه اللي هيحصل؟ ما تقدرش تتحرك، فيزيكالي مش عارفه تتحرك. وبالتالي بقى لها القدره على مقاومه الاحمال الرئيسيه. ده اللي بيعمله صب التسليح اللي شكل الكان اللي موجود هنا ده، بيعمل ايه؟ بيحول خرسانه العمود. عشان لما تحط عليها حمل راسي ايه اللي يحصل؟ ما يبقاش من السهل انها تتكسر، لو عايز تكسرها لازم تكسر دي من اول. الحجام اللي حواليها ده بيتكسر الاول. بتجهز صلب التسليح، يبقى جاهز ان هو يتحط في مكانه، في بعض الاحيان بيترص طبعا، ثم بعد كده بتقوم بعمليه الصب. لحد كده انت جهزت. جهزت ايه؟ اخترت الخانات، صممت الخلطه وعرفت ان سعرها كام؟ شونتهم او خزنتهم بمعنى اصح في الاماكن اللي هيتم استخدامهم منها. وبعد كده هو جهزت القالب ودعمته اللي هيستقبل الخرسانه بتاعته. وبعدين عملت حاجتين جوه القالب. اذا كان في فراغات انت محتاجها حطيت الفراغات دي. او عناصر عشان تضمن ان يوجد فراغ ما يدخلوش الخرسانه مناظر لاحتياجك حسب استخدام المنتج. اذا كانت الخرسانه بتاعتك خرسانه مسلحه فبتجهز التسليح وترصه وتربطه مع بعضه عشان تستقبل الخرسانه. المرحله الثانيه ودي مرحلة رئيسية لإنتاج الخرسانة، كل الشغل بتاعها على الكونكريت نفسها. فيها خمس خطوات زي الأولانيين. الخمس خطوات اللي موجودين عندك دول، أول حاجة فيهم إنك تخلط الخرسانة، ميكسي. وبعد ما خلطت الخرسانة هتعمل فيها إيه؟ تنقلها من المكان اللي أنت خلطته فيه لحد المكان اللي هتصبها فيه. ترانسبورت. وبعد ما نقلتها هتعمل ايه؟ تصبها تدلقها جوه الفورمه، كاستنج، عمليه الصب نفسها. وبعد ما حطيتها جوه الفورمه هتتاكد انها بتملى الفورمه بتاعتك تماما ومفيش اي فراغات داخليه. تتاكد ازاي؟ كنت بتعمل ايه علشان تقيس الوزن الحجمي للاجريجيت؟ هتقولي كنت بحط الاجريجيت جوه وعاء كده لوحده، ولا كنت بتعمل نوع من انواع دفع الاجريجيت علشان يملا اكبر مكان فيها ممكنه؟ اهو عمليه الدفع دي بالقضيب اسمها الكومباكشن او الدم. اخر حاجه بقى عندك اللي هي فينيشنج، التشطيب. في بعض الاحيان بتحتاج انك اقل حاجه انك تسوي الصف دي، اقل حاجه. وممكن تعمل نوع من انواع التشكيل المطلوب في السطح بتاعك، منها انك تخشنه بالذات لو السطح ده هيتم صب سطح اخر يلتصق بيه بعدين. نشوف كده خطوه خطوه. اول خطوه ميكسنج. والميكسنج ده معناه انك هتعمل فعل تقليل.
مواد السرطانه مواد غير بعضها زي ما انت شفت متخلفين كل واحد بطريقه عايز تدمجهم مع بعض، الهدف في الاخر انك تصل الى هيتروجينيا كتير. كان زمان في ناس بتخلط يدوي، يمكن انت شفت في المعمل هم بيخلطوا يدوي على الاقل المونه. لكن في الكميات الكبيره الخلط اليدوي عمليه مكلفه بالذات مع ارتفاع ثمن العماله وما تضمنلكش قوي جوده عمليه الخلط بالذات في اخر النهار. ليه؟ في اول النهار العامل جاي نشيط لسه وصحته وكل حاجه. وبعد شويه ايه اللي بيحصل؟ بيتعب. خلاص؟ فيصعب عليه انه يدي لك نفس طبيعه الانتاج الاولاني. لكن لو بتستخدم مكنه ايه اللي بيحصل؟ طالما ان المكنه موجوده وما عطلتش ولا حاجه فهي بتتحرك بنفس الكفاءه وبنفس الاسلوب من اول النهار لعام. اللي انت شايفهم دول صور لما يسمى ميكسر خلاطات. نوعين رئيسيين، النوع اللي موجود فوق بنسميه خلاط في الاماله، فيلتي تايب ميكس. الخلاط ده عباره عن حله، وعاء، زي ما انت شايف كده، عباره عن ثلاث اجزاء. الجزء الخارجي اللي فيه فتح، والجزء السفلي من الناحيه الثانيه شكلهم عامل زي الكون، كونيكال. والجزء الاوسط ده سلندريكال، عامل زي الاسطوانه او الديسك. في نوعين، الخلاطات الصغيرة بتلاقيها مايلة بزاوية 45 درجة تقريبا أثناء التشغيل. بينما الخلاطات اللي مقاسها كبير بتلاقيها ذات محور أفقي. طبعا بيبقى معاها موتور بيقوم بتدويرها. ولو بصيت من القلب بتاعها هتلاقي عندك مجموعة من الأسلحة، يمكن مش واضحة أوي في الصورة دي، لكن أسلحة عشان تعمل إيه؟ زي الكوريك كده أو الجاروك. تتخلل المواد بتاعتك وتعمل لها نوع من انواع التأليف مع بعضها. الخلاطات الصغيرة زي اللي فوق على اليمين واللي في النص بعد ما بتخلص عملية الخلط وبتكون غالبا في حدود دقيقتين بكل عبوة موجودة فيها. شايف الدراع اللي عامل زي الدريكسيون بتاع العربية دوت بيعمل ايه بقى؟ عايز اخطي السرطانة اللي جوه لما خلصتها وبقت كويس. هتحطيها ازاي؟ هتحرك العجله دي فالخلاطه كلها محورها هيلف بحيث بدل ما الفتحه بتاعتها مواجهه الاعلى هتبقى فين؟ مواجهه الاسفل. فتفضي كل اللي موجود فيها في حاجه بقى انت بتاخدها علشان تنقل منها، تدخلها عربيه اليد. دي بيسموها ايه العربيه دي؟ الاسم اللي بيستخدموه في المواقع، الناس اللي بيشتغلوا في المعمار. عربية اليد اللي بيحطوا فيها السرطانة بيسموها البراويطة. فلما تسمع كلمة براويطة معناها عربية اليد اللي بيتم تفريغ السرطانة فيها عشان تتنقل من الخلاط لمكان الصب بتاعها. في بعض الأحيان النقل مش أفقي، يبقى النقل رأسي. فتبص الصورة اللي في النص تلاقي متركز كده حاجة عاملة زي الحنطير. أربع أعمدة وبينهم قوايد افقية عشان تربطهم المسافة اللي بينهم تبقى ثابتة، وعشان ما يتفتوش حاطط كده هو حاجة عاملة زي حرف اكس علشان تعمل ايه؟ تحافظ على الزوايا، وبالتالي يفضل العناصر الرأسية دي رأسية، وهتلاقي في سلك وفي وعاء هو عامل زي العربية بس بتتحرك رأسي عشان يفضي فيه الخرسانة، وده بيطلع الدور الأولاني الثاني الثالث عشان ينقل لك الخرسانة بتاعتك في اتجاه رأس. وطبعا الأربع أعمدة اللي أنت شايفهم دول بيتجمعوا من مواسير، هتلاقيهم حاجة بيسموها موجبة. خلاص وحدات ورا بعضها بحيث أنا هطلع لي الدور الأول محتاج أحط أربع وحدات بس. طب عايز أطلع للتاني زودهم كمان. الثالث زود مواسير وهكذا لحد ما تكمل الارتفاع اللي أنت عايز توصله. النوع الثاني من الخلاطات وده بيبقى موجود غالبا في محطة الخلط، كنت شفته في المعمل، دخلت الباترون بتاع المبنى اللي انت بتاخد فيه السكة. محدش راح هناك يشوف سرطانة غير في الخلط. غالبا بيبقى عندنا ده سرطانة بثلاث صور اللي تحت اسمها الفان تايب ميكس. فان يعني ايه؟ فان يعني ما تعرفش على المحل حد عارف ده. فان يعني طاق او حل. خلاص؟ From the frying pan to the fire معناها ايه؟ تاخدها في المدرسه الكلام ده.
من المخلات الى النار. خلاص فالفان طاقه او حل، هو ده الخلاط اللي موجود عندك، شايف شكله سلندر. وبعدين الحاله اللي موجوده هنا هو عشان تعمل التقليد جوه حاطلك زي جواريه، شايفهم؟ على ارتفاعات مختلفه. الصوره اللي شايلين فيها الغطا بتاع الحله ومبين لك الموتور سنترال موجود هنا هو، وطالع منه الدراعات دي اللي منها مناظر السطح الداخلي، ومنها قريب من السطح الخارجي، ومنها منخفض جدا تحت، ومنها عند نص الارتفاع، عشان تمر قصه الخرسانه اللي موجوده عندك كلها وتعمل التأمين بكفاءه. طيب بننزل الخرسانه ازاي من هنا؟ خلاص خلصنا، هقعد اشيلها بقى حته حته عشان ادوها بره. يعملوا ايه؟ شايفين؟ شايف الدراع اللي موجود هنا الازرق؟ بيفتح من هنا ممر، وشايف المنحدر الازرق اللي موجود تحت ده؟ مجرد ما فتحت كانك فضيت القاعه. تيجي جايه الخرسانه مع عمليه الدوران تقع كلها هنا هو، يبقى انت مجهز عربيتك عشان تسحب الخرسانه اللي هتنزل من عندك. ومحطات الخلاط بتبقى الخلاطه نفسها عاليه، بحيث ان هو لما بيسحب القاع بتاعها بتنزل فين؟ من ارتفاع كبير. لكن مين اللي بيبقى موجود هنا؟ عربيه اللي بيسموها القلاب بتاع الخرسانه، بتدخل ويتم تحميلها، وبعد كده تتحرك وتنقل الخرسانه المكان اللي عايزه تكونه. يبقى عندنا الفان تايب ميكسر خلاط الحله، واللي موجود فوق ده التنتنج تايب خلاط الاماله. اخر صوره بقى على الشمال فوق، ازاي ده بنفضيه؟ ده ما بيلفش، ولو خدت بالك موجود في منطقه مدعمه، ده لا يعرف يطلع لفوق ولا لتحت. الحله الكبيره دي بتعمل ازاي؟ ده بيبقى مصمم الاسلحه بتاعتها بحيث ان طول ما هي بتلف في اتجاه هي عماله تقلب الخرسانه. لما يحب يفضيها بيعكس اتجاه الدوران. فلما يعكس اتجاه الدوران بدل ما الخرسانه تقعد تتقلب للداخل تيجي زقه نفسها وخارجه من الفتحه بتاعت الحله اللي بتتحرك من هنا. وطبعا انت بتجهز عربيتك تحتيها عشان اللي خارج من هنا ينزل فيها وتقدر فيها. اهم حاجه في الخلاطه انها تكون مناسبه ومصممه كويس، وما حصلش فيها اي نوع من الدمج للاسلحه بتاعتها. الاسلحه دي عنصرها غير. حاجه ثانيه، لابد تعمل مجموعه من التجارب علشان تتاكد هي الخرسانه هتبقى هوموجينيه بعد فتره خلط قد ايه. لان طبعا اكيد الفتره دي هتتغير تبعا للمواد اللي انت بتحطها، وتبعا للكونسيستنسي بتاع الكونكريت اللي هتطلعها. عايزها خرسانه جافه دراي، ولا النوع الثاني اسمه ايه؟ ايوه مبتدا، ايوه هي المبتدا ده الثالث. الثاني لازم خلاص اللي هم بنسميهم الدراي والبلاستيك، كلهم ثلاثه اللي اتفقنا عليهم قبل كده. فطبعا كل واحد من دول اكيد محتاج فترات مختلفه عن الاخر، فانت بتجرب الاول قبل ما تبتدي تنتج الخرسانه الحقيقيه وتشوف انت عملت ايه. طبعا في احيان كتيره بيبقى الطاقم بتاع الخلاطه دي كل اللي يهمه ايه؟ ان الخلاطه تنضف وان ما يتركنش عليها خرسانه، وبالتالي دايما يميل ان هو يزود ايه جوه الخلاطه؟ ميه، عشان هي كانك بتخلط انت بتغسل بس الاسلحه بتاعتك. فلازم يبقى عليهم كنترول كويس علشان تقدر تضمن ايه؟ ان مش هيحصل مشاكل. طبعا مع تطور الاوقات هتلاقي تقريبا هيختفي عمليات الخلط اللي في الموقع، وهيبقى كل الناس بتخلط فين؟ في محطات محترفين، لان اللي بيشتري من المحطات بتاعت الخلط بيقول لهم لو المقاومه ما وصلتش للستريس اللي انا عايزه ايه اللي هيحصل؟ هيقاضيهم، انا عايز حقي وحق المنشأ اللي انتوا بوظتوه. وبيقيسوا العربيه اول ما بتوصل له بيقيس السلامب بتاعها او بيقيس القوام بتاعها عامل ازاي. لو ما طلعش مناسب للخلط زي ما هو اتفق يقول لهم العربيه دي بتاعتك رجعوها. ففي الحاله دي لابد الناس دي تنتج بشكل مناسب، والا ايه اللي هيحصل له؟ اقل حاجه انه باع مره ومش هيبيع الثانيه، خلاص انتهت الحكايه، ما حدش هيصدقه.
دي عملية النقل. زي ما انت شايف ان في النقطة دي اسمها ايه؟ هي دي البراويطة بقى، هي دي عربية اليد اللي موجودة. طبعا في منها انواع اضخم من كده وبتتصل بميكانيزم مختلف، لكن دي ابسط صورة من اللي موجودين عندنا. اللي موجود عندك بقى ثلاث صور التانيين، موجود فيهم ما يسمى بالقلاب اجيتيتور. الاجيتيتور ده ما بيخلطش الخرسانة، ده بيعمل ايه بس؟ الخرسانة مخلوطة بيقعد يقلبها، عشان كده هو ماشي بتلاقي السرعة بتاعته بطيئة جدا. كل اللي هو خايف منه ان الخرسانة وهي بتتنقل ممكن يحصل لها مشكلة من اثنين. المشكلة الأولانية مع المطبات يحصل لها انفصال، كفاءه الطاقه زياده تقدر تفصل لك المكونات. وخدنا قاعة الاسبوع اللي فات شكل السجريجيشن بيبقى عامل ازاي. هنا احد الحاجات اللي بتشجعك وبتلاقيها في كل الاوعيه اللي بتنقل الخرسانه، انك افقيا القطاع اللي تحت اصغر من القطاع اللي فوق. حتى في عربيه اليد البراويطه بص القطاع ده مسلوب ازاي. ليه بقى؟ عشان القطاع اللي مخنوق يصعب على الاجهزه ان هو يختل، وبالتالي حتى لو القوام بتاعك فيه نزوجه منخفضه فتصعب عمليه الانفصال. مش هتلغيها، محدش يعرف انك هتلغيها، لكن لو في نيه لبدايه الانفصال هتاخرها شويه عن الميعاد بتاعك. طبعا بيساعد كمان على عدم الانفصال ان انت بتعمل ايه؟ في الاجيتيتورز او القلابات ان انت بتلفها، وبالتالي اذا كانت حاجه انفصلت نزلت تحت مع الدوران هيحصلها ايه؟ هتطلع فوق تاني بس خلاص. فبتسهل على الناس الحكايه. الحاجه الثانيه اللي بتخوف ان الخرسانه تتصلب. مش هتنفصل ولا حاجه. هتتصلب، وعشان كده قلنا بنستخدم انهي ادميكشر؟ تايب جي. التايب جي ده بيعمل حاجتين، بيقلل الميه المضافه، ثاني حاجه بيطول زمن الشك او بيأخر الشك. علشان الخرسانه ما تتصلبش وانت ماشي. بالذات لما يكون الجو حر والمسافه اللي انت فيها طويله. صب الخرسانه، المرحله اللي بعد كده، انت نقلت خلاص لجنب الفرن. عايز تحط من جوه الوعاء بتاعك او وسيله النقل لحد جوه الفرن، هتعمل ايه؟ اكثر من طريقه. حاجه على الارض بتشوفوهم وهم بيصبوا بردوات القصيصه. بتلاقي العربيه الاجيتيتور دي ماشيه ونازل منها ممر كده عامل زي نص الاسطوانه. ده بيسموه تشوب او المزراب. المزراب اللي بيبقى موجود مع العربيه ده كان يكفي هتصب فيه. طب ما يكفيش، بص الصوره اللي على الشمال بقى فوق. مزراب العربيه اهو فوق اللي لونه ابيض. وبعد كده هم مكملين بمزراب تاني تبع الموقع علشان يقدر ينقلك الحاجه فين؟ في اخر مكان بتوصل له. وفي الحاله دي مش بتتابع عربيات بقى ولا غيره، بيعمل ايه؟ على طول من العربيه للفورمه، مش عايزين وسيله ثانيه، يحكي تتزحلق بالجرافيك. طيب اقدر اعمل ايه ثاني؟ تقدر تلاقي الثلاث صور اللي تحت. ده بيسموه الباكت. الباكت اللي هو ايه؟ جرب دلو. خلاص بس طبعا على مقاس كبير شويه. الباكت اللي انت شايفه هنا هو دون بيروح لمكان الخلط تحت الخلاطه ويتملي او تحت عربيه الخلط. وبعد كده ونش بيرفعه زي ما انت شايفه متعلق كده وينقله لحد المكان اللي انت عايز تصب فيه. بيبقى له دايما من تحت مهما اختلفت الاشكال وسيله علشان تفتح القاع بتاعه زي الفان تايب ميكسر. اهو شايف الدراع اللي عامله هنا ده على اول ما يضغط عليه يجي باعد الغطاء او السداده اللي قبل القاع بتاع البقر. تيجي الخرسانه نزل وحدها تحت اهي زي ما انت شايف ان هو في الصوره اللي على الشمال. ادي بعد ما فتح الممر راحت الخرسانه نازله هنا وهم عاملين حلقه حواليها عشان يسهل توجيهي. يبقى في ونش معلقه لكن طبعا مش هتصب كل اللي فيه ده في حته واحده. فبدل ما تصبه على الارض يدي لك فومه كده زي الجبل تقعد انت تلفها، فأسهل وهو متعلم انك تزقه شويه يمين وشويه شمال ويساعدك لتكمله عمليه الملك السن باقل مجهود ممكن. من الحاجات اللي بتستخدم في الصب المضخات. تقدر تصب بالبامبس. شكل البامب ايه؟ عشان تشوف شكلها شكل مناسب، حط
فوق على اليمين موتور موجود بنشال على العربيه وخط اناديب زي ما انت شايفه كده، وفي اخر خط الاناديب خرطوم مرن بوز. عاده بيبقى القطر بتاع الخط ده 4 بوصه، 4 بوصه اللي هم كام سنتي؟ 10 سنتي ده القطر بتاعه. وبعدين الخرسانه لازم تكون القوام بتاعها ايه بقى من الثلاثه عشان تقدر تخرج لك زي الصوره اللي في النص دي، شايفها هي دي الخرسانه من اول هنا عامله زي الميه، ده لابد تبقى واقف. شايف الراجل شايل على كتفه او بيصف الخرطوم زي الصوره اللي جنبك هنا على اليمين علشان يقدر يملى الفراغات المختلفه. المشاريع الكبيره يعني الاتساع بتاعها كبير، شايف يستخدم اكتر من بامب في نفس الوقت عشان يقدر يصب من اكتر من ناحيه. بتشوف هنا هو في بعض الاحيان البامب هيك مش شايفها في الصوره اللي تحت على اليمين، الموتور نفسه مش باين في الصوره، لكن بص الدراع داخل لحد فين؟ ما انتش محتاج بقى عربيات ولا حد يمشي فوق صب التركيح ويبوظه لك ويغير المسافات او يبوظ لك السر اللي انت حاططها زي خرطوم الكهرباء والذهب، اكيد انه بيدوس عليها فيبقى سهل ان انت تتحرك في البامب بين علشان تنجز، وهي بتنقل لك راسي وافقي بالمناسبه. يعني الصور هنا كلها افقيا لكن في حاجات راسيه. في عندنا احتياط في الصوره اللي تحت دي في النص، هي اللي شفناها من شويه في تجهيز صلب التسليح، وقلنا انها بتستخدم في البايب للصواديق. دي صوره الاماكن الحفره اللي فوق على اليمين، دي الحفره اللي اتحفرت وادي الكيج اتعلق ودخل جواها. طب ايه اللي بيخليه ما يوقعش تحت؟ يا اما هو طول المكان، يا اما لو ركبت شايف الفيخ اللي بالعرض ده، ده عامل فيه ايه؟ اه القفص بتاعك كده راح حاطه هنا اهو وسانده على الارض فتعلق فيه الكيج بتاعك علشان ما ينزلش لتحت. الارتفاع الكبير لما تيجي تصب منه ايه اللي يحصل لك؟ اخدت تجربه في الفيزكس كده قانون الثقب، اللي بتحط الهيليا كده جوه سائل يحصل لها ايه؟ ولا ما خدتوش تجربه الفيزياء دي؟ ما خدتهاش خالص، كانت بتتاخد زمان معلش. لو انت رميت خرسانه كده في الهواء مين اللي هيميل انه يتحرك اسرع؟ الاجريت ولا التيم الفيزياء؟ الاجريت هيفرق. فطبعا لما تيجي تصب في ممرات عميقه زي الابيار دي متوقع ان يحصل لك ايه؟ سيجريجيشن، انفصال حبيبي. طب عشان الكلام ده ما يحصلش بتستخدم الاداه اللي موجوده في النص. الصوره اللي في النص فوق لو بصيت كده الشخص اللي واقف هنا هو على الحامل ده وعندك ونش معلق اداه موجوده في النص، وهنا هو بنصب الخرسانه من فوق. المنظر ده شايفه لك بايه؟ قمح بالظبط، هو اسمه القمح. بس القمح هنا هو بالانجليزي بيسموه تريمي. تريمي ده اللي بيستخدم علشان تصب للاعناق الكبيره. ليه؟ هيفرق في ايه؟ علشان يحصل انفصال قضايبي من خليط متجانس معناه ان المكونات بتاعته بتبدل مكانها. ازاي تقدر تبدل مكانك وانت ماشي في مسار مغلق؟ لو المسار مفتوح الاجريت هيطير براه، لكن لو انا قافله كده اللي هيدخل في الاول لازم هو اللي هيدخل في الاول، هيبدله مكانه ازاي؟ فعشان كده الطافد القمح بيستخدم بشكل رئيسي في البايب وفي الخوازيق علشان يعمل ايه؟ يمنع السجريجيشن، لان دي اعماق كبيره. طب اذا كنت ما بصبش لاعماق كبيره وبصب عمود، او ما هو العمود برضه متقفل من كل ناحيه والحيطه متقفله وبصب في بعض الاحيان من ارتفاعات كبيره، لو ان السجريجيشن ما بيحصلش للقرصانه العاديه لو حصل فري فول اقل من 3 متر، وده ارتفاع الدور العادي في المباني، عشان كده ما عندكش مشكله.
طب لو طلع اكبر من ثلاثة ليه؟ يعني مثلا العمود بتاع مدخل مبنى كبير عمارة فارهة، بتلاقي عادة أعمدة طالعة دورين ارتفاعها 6 متر. دي بيشوفوها ازاي؟ بيسميها بتطبع على حطاط. يعني يعمل ايه؟ يجي يقفل ثلاث جوانب من العمود ويسيب الجنب الرابع مفتوح. يقفلوا الأول الارتفاع 3 متر. يبقى كده يصب مين؟ الثلاثة متر اللي تحت. بعد ما الخرسانة تعلى وتقف يجيب النجار يقفل له كمان الثلاثة متر التانيين ويصب من فوق. يبقى أكبر صفوف حرة عملوا كام؟ 3 متر بس على دفعتين مش على دفعة واحدة. طب مضطر ما اقدرش اقفل الجوانب لان انا حافر بير وبصب فيه الجوانب متقفله كلها لوحدها، هعمل ايه؟ هتستخدم الكريمي او القمع، وفي الحاله دي مش هيبقى فري فول، صفوف طرد، صفوف محكوم بداخل الماسوره او التيوب بتاعه القمع بتاعه. كومباكشن، الكومباكشن انت شفته في المعمل باستخدام سيخ، ده بنسميه مانوال كومباكشن، دمك يدوي. اتفقنا ان الدمك اليدوي او الخط اليدوي المشكله بتاعته ايه؟ يونيفورم مش هيبقى يونيفورم، والافشنسي بتاعته او الكفاءه هتبقى وحشه بالذات في اخر اليوم بعد الناس ما تتعب. عشان كده بيلجأوا لما يسمى بالميكانيكال كومباكشن. بيستخدم فيه الاداه دي اللي موجوده على الشمال في النص، اسمها ايه؟ كومباكتور او فايبريتور. ازاي؟ الفايبريتور عباره عن موتور اللي انت شايفه كعبه اصفر ده وليه قاعده يتشال منه وطالع منه خرطوم بود، وفي الاخر في بروب، بروب بيسموه بالعربي زومبا. البروب او الزومبا بياخد اشكال مختلفه زي ما انت شايف تحت في الصوره اللي تحتيه. الاقطار بتاعتها بتتغير ليه؟ لان لو عندك حاجه متسلحه تفتيح كثيف زي ما شفناها قبل كده هتيجي تدخل جوه الخرسانه السمك الكبير بتاع البروب مش هتعدي. فلابد تستخدم حاجه عامله زي الابره اصغر شويه عشان تقدر تمر من اسياخ صلب التسليح وتصل الى كتله الخرسانه وقلبها وتساعد في حركتها. بيعمل ايه ده؟ هتبص تلاقي بداخله في كتله عماله تلف بشكل اكسنتريك فبتخبط في الجناب بتاعها. لما تحطها بداخل قلب كتله هتنقل الطاقه بتاعه التخطيط دي لجوه الكتله بتاعتك، فتلاقي الخرسانه بتاعتك بتجري لوحدها. ايه العيب بتاع الحكايه دي؟ ان انت لو نسيت شويه الزومبا بتاعتك جوه ايه اللي هيحصل؟ الطاقه الزياده زي الخلط الزياده زي المطبات اللي موجوده وانت بتنقل كلها هتساعد على انفصال المكونات عن بعضها. والخليط المتجانس اللي عملته بالخلط هتبوظه وانت بتعمل الفايبريشن. عشان كده الشخص العامل ده اللي شايفه اهو ده اللي فوق على الشمال اللي ماسك الزومبا بيحركها جماله بقى ده شخص خبير بيقدر لما يشوف قدامه ابتدى الاجريجيت يندفن ابتدت الخرسانه تنزل ابتدى يعني على خفيف كده يبتدي تطلع الميه بيعمل ايه؟ هيشيل الزومبا من مكانها ويحطها في مكان تاني. ان عارف ان هو كده هيبوظ ده خلاص جاب اخره وتم استقرار وعملنا الكومباكشن زي ما احنا عايزين. وبعض الاحيان بتستخدم اللي موجود في النص ده الموتور محطوط على لوح بنسميها هزازات القطر سيركل فايبريت. ده بيستخدم في ايه؟ لما تيجي تصب بلاطه ارضيه مثلا دي ملهاش مكان كبير تنزل فيه الزومبا، ملهاش عمق كبير. فعشان كده تكتفي انك تحط الاهتزاز على السطح. وفي بعض الاحيان زي الصوره اللي على اليمين تحت ديا شايف الممر ده ممكن تمشي عليه الفايبريتور من الشمال، شايفه اللي واقف على الشمال ده؟ تبقى الفايبريتور يتحرك عليه في اتجاه فيسوي لك السطح بتاعك ده هزازات اسطح. تستخدم مش لازم، العناصر اللي سمكها صغير وافقي. بعد ما عملت الفايبريشن بتعمل فينيشنج تسويه السطح او التشطيب بتاعه. عادة تشطيب السطح بيبقى عملية تسوية. وعلشان تسوي السطح في حاجتين.
حاجه اسمها تريدنج، حاجه ثانيه اسمها كراولنج، او بالعربي بيسموهم القد والمد. القد تأدي الحاجه يعني انت فيها مستويه فين. فرصانه لما بتنزل بتنزل عامله ازاي؟ زي الجبال الكوام كده جنب بعضها. الفايبريتور اللي انت بتحطه بيساعد على انها تجري وتندلع في الفراغات، لكن ما يضمنلكش استواء السطح. فبتعمل ايه عشان السطح يستوي؟ اسهل حاجه بتجيب ستريت ايدج، حافه مستقيم. ايه الستريت ايدج دي؟ بيسموها هم الادة الصناعيه اللي بيشتغلوا في هذا المكان. اسهل ادة عشق خشب او لوح خشب من الالواح اللي بيستخدموه، زي المنطره كده، حرف المنطره. بيعمل فيه ايه؟ بيتحرك افقيا بحركه قطع، عمال يخبط يطلع وينزل كده علشان يسوي او يزق الخرسانه زياده عن السطح المستوي قدامه باماكن ثانيه قليله. طبعا ابتدت العمليه دي يبقى فيها اسهل. اهي الابده موجوده شايف اللي على الشمال ده، هو ده اللي بيعمل السكرين. بص بقى للحته اللي هو واقف فيها خشنه ازاي، وبص للي هو حركها قدامه، حرك عليها الابده بقت ناعمه ازاي او مستوي. التراولنج انك تنعم السطح ده زياده عن اللزوم، يعني الابده هتسويه لكن هيفضل خشن. التراولنج انك تنعمه. مين بقى اللي بينعم؟ اللي في النص ده، هتلاقيه بيتحرك كده تحت الركبه بتاعته بليت علشان ما يبوظش. لما لو وقف على رجليه هيعمل ايه؟ هيغرس جوه الخرسانه دي، فبيحط بليت يرتكز عليها. وهتلاقي تحت ايده سلاح بيسموه تراولنج، بالعربي يسموه البروه. البروه ده هو سلاح من الصلب ليه ايد. الصلب طبعا ناعم جدا، بيحركه على السطح حركات دائريه، وبعض الاحيان بيخبطوا راسي شويه كده عشان الحاجات الدارجه يدخلها. ففي الاخر بتاخد السطح بتاعك اللي هو عجينه نفس النعومه بتاعت البليت اللي موجود في الدم. طبعا عمليه مرهقه وعايزه حد خبير شويه. تبتدت طبعا يظهر لها الاوتوميشن. بص الصورة اللي تحت على اليمين دي، ده ماسك حاجة هنا هو بيسموها الهليكوبتر. ايه اللي موجود ده؟ شايف الدايرة اللي تحت وفيها موتور بيلفف فروات مع بعضها زي مروحة الهليكوبتر المقلوبة، وفي دراع اهو اللي هو ماسك الأصفر ده لحد عنده عشان يزقها من مكان للتاني. دي بتستخدم عشان ينعم السطح بدل ما يضطر يقف كده وظهره يوجعه وهو شغال، بالذات على المسطحات الكبيره. يبقى من الاسهل والاكثر انتظاما انك تستخدم التراولر ده او الاوتوماتيك تراولر اللي بيسموه هليكوبتر علشان تسوي بيه الصف. حاليا بقى موجود بيستخدموه بالذات في الارصفه، حاجات الطويله قوي عشان ينعموها، لان بقى دلوقتي في بعض انواع تحسيات الارصفه بتبقى ايه؟ بلاطه خرسانه خلاص، ما بيحطلكش بلاط ويلزقوا، ما بيحطش انترلوك حتى، لكن بيجي يحط لك عليها بلاطه واحده يصبها وينعمها وتقعد تحكيها. فده الاوتوماتيك تراولر. طبعا في بعض النهايات انك بتطبع على السطح حاجه، ده نوع من التشطيب، لكن ما هوش شائع قوي، والاكثر شيوعا اللي احنا شفناه التسويه والتنعيم. اخر مرحله استعملت ايه في الاول؟ بري كاستنج، ما قبل الطب الاعداد، ثم بعديها عملت ايه؟ كاستنج او مرحله الطب انتاج الخرسانه الحقيقي، واخر حاجه قبل الطب والطب، لان الاخريه دي اسمها ايه؟ بعد الطب. خلاص منسوبين كلهم للطب. بوست كاستنج ستيج دي فيها ثلاث خطوات بس، كيورنج او معالجه الخرسانه، ريموفال اوف فورم ورك، فك الفرم والشداد، اخر حاجه ريبير، ده لو احتجت يعني انك ترمم الخرسانه. ليه؟ انك في بعض الاحيان تيجي تفك الفورمه وانت متوقع ان الخرسانه مليانه كده، دي مش مليانه ولا حاجه، في حتت فاضيه كده بقع. خلاص هنوري لك امثله منها دلوقتي. نبتدي الاول بالكيورنج. الكيورنج بالتعريف بتاعه المحافظه على الماء اللازم لإماهة الخرسانة حتى تكتسب مقاومتها مع الزمن. اكتساب المقاومة مع الزمن يعني تفاعل مع الزمن. لو سبت المية تنشف ايه اللي هيحصل؟
مفيش اناء، مفيش هايدريشن حاجه. فعشان كده انت عايز تو مينتين هيوميديتي ريكواير فور سيمنت هايدريشن. ازاي تعملها؟ في عندك اكثر من طريقه. الطريقه اللي موجوده فوق على الشمال الطريقه الشائعه اللي الناس بيستخدموها لما يكونوا بيهدروا الميه قوي. بيعملوا ايه؟ يقول لك سيب الشمس تبخر والجو يبخر اللي هو عايزه. وبعد ما هو يبخر اللي هو عايزه اجي انا رافس ميه بزياده ارجعه تاني. كومبنسيشن، هتعوض اللي انت فقدته. ناس بيحافظوا اكتر هتلاقيهم اللي على اليمين السلطين اللي فوق واللي في النص. تلاقي لي ناس الراجل ده في ايده. خيش قماش. اكتر قماش بيستخدم الخيش برلاب. بيستخدموه ليه بقى البرلاب دوت؟ وسط يحتفظ بالميه لدرجه اكتر، فما تبقاش محتاج تستخدم ميه اضافيه كتير. وبالتالي بيتحط على السطح زي ما انت شايف اهو ممدود في الصوره اللي تحت مفروش ونوع من التقاطع مع بعضه. وبعدين هياخد وقت اطول لحد ما يتبخر منه، زائد ان مش هيبقى فيه كونتاكت مباشر ما بين الجو والشمس وما بين سطح الخرسانه بتاعته، فده يقلل معدلات البخار في الميه. الحاجه اللي بعد كده احنا ما عندناش ميه. فنقوم نعمل ايه بقى؟ هي الميه اللي احنا حطيناها مش عايزينها تخرج. فتبص تلاقي الثلاث صور اللي تحت عمل ايه بقى؟ ايه اللي انت شايفه؟ جه على سطح الخرسانه حط لك مشمع غير منقذ للميه، تلاقي في اثنين. راح حاطط لك في الخرسانه. يبقى حتى لو الجو حار الخرسانه هتسخن، الميه عايزه تخرج، بس هتروح تاني. انت قافل عليك. تيجي الدنيا بالليل الجو يبقى احسن شويه تيجي متكففه ومترتبه راجعه لك من سطح تاني، لكن طبعا هتدفع ثمن المشمعات الممتده دي كلها. ففي تكلفه هنا لكن بتكون غالبا ارخص من تكلفه انك تجيب ميه. بالذات لما تكون بتبني طريق في صحراء. انت اصلا مش لاقي ميه تشربها. فهتجيب ميه تشربها على الخرسانه وتعوضها ملهاش معنى. ميه بقى ثمنها غالي. وبالتالي من الافضل ان انا احافظ على اللي انا حطيته، زي ما هو طبعا المفروض في ناس بتبتدي الكيورنج بعمليه السبراي ديت من اول لحظه، يعني هو بيفرش من اول بتحط معاه كده رشاش عمال يعمل نوع من انواع مايكر كده يدي لك رذاذ على السطح وبعد كده يجي يقفل عليك المسمع. وهنا احد حاجات المعدة برضه ده مشروع طريق في ميه تنفاض كده الصوره اللي في النص عربيه تنفاض الاورنج دي وخارج منها ماسوره مخرمه. بيعمل ايه؟ الماسوره واخده عرض الطريق كله، فهو ماشي عماله ترش ميه على السطح بتاعك وبعد كده يجي هو ماشي وراه مغطيها بخيش او في بعض الاحيان يكتبها اذا كان مش فارقه معاه. دي عمليه الكيورنج. في بعض الاحيان بنعمل ما يسمى بالاكسلريتد كيورنج. اتفقنا ايه اللي بيعجل التفاعل بتاع الخرسانه؟ درجة الحرارة لو عليت التفاعل يحصل بسرعة، لو انخفضت يبقى بسيط. في بعض الأحيان إحنا بنعلي الحرارة عمدا، بالذات الناس اللي بيصبوا وحدات سابقة الصبر. الثمرة اللي رسمناها لك من شوية أو جبنا صورتها اللي كانت مسلوبة ديت، دي موجودة بتتصب في موقع. لو الراجل ده فضل حاطط العينات بتاعته جوه الفرن 28 يوم يبقى هيصب النهارده ويقفل المصنع الشهر اللي جاي. عايز يفك الفرن بتاعته بسرعه. فعشان كده بيتم المعالجه زي ما انت شايف. السخونيه دي معناها انك بتعالج بايه؟ بخار، ميه تخفض. وبالتالي بتدي رطوبه وبتدي حراره عاليه فتعمل اكسلريشن للتفاعل. لو استخدمت البخار في المعالجه وده بيبقى غالبا جوه المصانع في وحدات مقفوله بالطريقه دي، ايه اللي هيحصل؟ تقدر تكتسب مقاومه 28 يوم ما بين يوم الى يومين، بس لازم تكون بتاثر بالشكل ده. تبقى العمليه مجديه اقتصاديا للناس اللي هم بينتجوا وحدات سابقه الصب وينقلوها. بتشوف دلوقتي من الحاجات اللي زي كده الحواجز اللي بيسموها نيو جيرسي وولز. الحاجز اللي هو شكل حرف تي مقلوبه، تشوفوا ده ولا لا؟ تشوفوا كتير، ده اسمه نيو جيرسي وولز. ده بيستخدم في عشان يفصل بين اتجاهين الحركه اللي في الطريق. والارتفاع بتاعه يخلي بالليل الاضواء اللي جايه من الناحيه ما تجيش في عين اللي في الناحيه الثانيه. عشان يقلل الحوادث. تبقى موجوده علشان تعمل حرم المنطقه بتاعت مزلقانات السكه الحديد.
وميزتها انها مرتكزه على البلان بتاع التسجيل، والرأس دوت بيجي لك الحاجز او الفاصل او السد اللي المفروض ان انت تعمله. ده بينتج في بعض الوسائل بتاعته يعني ان هو بينتج في مصنع ويتم نقله. في حاله زي كده انت محتاج تنقله بسرعه عشان تفضي المكان لانتاج وراه وهكذا. وبالذات لما يكون على طريق يبقى انت بتستخدم كميات كبيره ولا قليله. تمشي كده على طريق زراعي ولا صحراوي تلاقي نفسك ماشي لك 200 كيلو مالهم كلهم فيهم الحواجز دي. خد بقى دول عشان يتصبوا بتجيب لهم وقت قد ايه. المرحله الثانيه خلاص انت حطيت الخرسانه بتاعتك في الفورمه، صبيتها وسويتها، عملت كيورنج فاكتسبت مقاومتها، عايزين نفك بقى علشان ناخد الفورم دي نشتغل بيها حاجه ثانيه سواء في نفس الموقع او في غيره. امتى تفك الفورم؟ بنقول لك الفورمه ليها جنبين، جنب منهم افق، ده غالبا بيبقى رافع حاجه عن الارض، والجنب الثاني رأس اهو، ده بيبقى مانع الخرسانه وهي عجينه من انها تقع. مين اللي فيهم تقدر تفكه الاول؟ الراس ولا الافقي؟ خلاص الراس هو اللي بيفك الاول، لان الراس مجرد ما الخرسانه تحولت الى ماده صلبه ودي عمليه تاخد لها ساعات ما بقتش محتاجه. ليه؟ هو ثاني ايه؟ ما هي ماده نفسها زي الطوبه، هتحط حاجه جنب الطوبه علشان عشان ايه اللي ما يحصلش؟ ما هي خلاص ماده نفسها. وفي بعض الاحيان لما تبص الجوانب الراسيه تفهم ان الخرسانه بيحصل لها شرينج، فتيجي تبص ثاني يوم للطرد تلاقي الخرسانه كتله فاصله عن الجنب الراسي. يعني حتى لو انت مثالك انها سنه هي بتقول لك هو انا فصلت عن احنا مش شايفين بعض اصلا. فالجوانب الراسيه اللي هي الفيرتيكال تفكها عند 48 ساعه. طبعا على حسب الفتره، لو انت بتتكلم في الصيف او الشتاء الفتره دي بتتقل. بتلاقي غالبا الكومون براكتس ان هم بيفكوا ثاني يوم على طول. صيف شتاء ما بتفرقش. لان الخرسانه في اقل من 24 ساعه بيحصل لها هضم. لكن يفضل ان انت تلتزم بده، ده نص الكود بتاعنا، الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة، بيقول لك 48 ساعة فك الكرة جناب الرأسين. طب والأفقية؟ أقدر أشيل أفقي لما العنصر بتاعي يقدر يشيل نفسه. دي عرفت إزاي؟ تاخد عينة منه وتكسرها وتتأكد إنها وصلت للمقاومة المطلوبة. طب وأنا هقعد أحاول بقى كل يوم آخد عينة؟ لا، أنت بتبقى عارف. بطبيعه المعالجه بتركيب الخرسانه بتاعتك تقدر تعرف هي هتوصل للمقاومه المطلوبه تقريبا في حدود 7 ايام 10 ايام. فتيجي تبتدي اختباراتك بعد 7 ايام وتشوف وصلت للمقاومه المطلوبه، ساعتها فك بقى الفورمه بتاعتك وانت مطمن. طب انا مش عايز اعمل اختبارات وافك كده عيناني، مدين لك قاعده تفك على اساس شايف المعادله اللي باللون الاحمر دي واللي بالاصفر اللي فوق مكتوب هوريزونتال سيرفيس، بتتفك امتى؟ 2 اس زائد 2 حيث اس السبان، ايه السبان او البحر ده يطلع ايه؟ المسافه بين الزعامتين. يعني السقف بتاعي احنا قلنا ده متعلق منين لفين؟ هتقول لي يمين وشمال الحيطان اللي فيهم الشبابيك وقدامه ورا الحيطان اللي ما فيهمش الشبابيك. دول ايه بقى؟ بحرين، ادي مسافه وادي مسافه. انهي واحد فيهم اللي استخدمه في المعادله هنا ايه؟ القصير. القصير هو اللي انت بتستخدمه. يعني بلاطه 3 متر في 4 متر. مين اس بتاعتي؟ 3. القصير الاصغر في 2. عايز افك الفورمه بتاعتنا افكها بعد قد ايه؟ 2 في 3 بكام؟ ب 6 زائد 2 يبقى 8، افكها بعد 8 ايام. طبعا بعض الناس يقول لك اسبوع كفايه خلاص افك وانتهي. 8 من 7 ما تفرقش. بالذات لو انت في الصيف ومعدل اكتساب المقاومه عالي. جنبهم بقى 4 اس زائد 2. مين بقى ال 4 اس زائد 2 دي؟ مكتوبه قدامك كانتيليفر. كانتيليفر اللي هي العناصر اللي بتتشال من جهه واحده زي البلكونات كده. زي البلكونه بارده من خارج المبنى. الطرف اللي في اخر البلكونه ده في الهواء، مفيش حاجه شايلاه. لكن مين اللي متشال بقى؟ السكسيشن موجود فين؟ عند نهايه حدود المبنى.
كانتليفر ده لو طول البلكونه بتاعتك متر ونص، اضرب متر ونص باربعه يجي لك كام؟ سته، واجمع عليهم يومين يبقى بعد 8 ايام فك الكانتليفر من العناصر الخطر اللي يتفاد منها. لانك لو فكيت حاجه متشاله من الجنبين بدري، ايه اللي هيحصل لها؟ هترقم تقوس يعني كده شويه وخلاص، وممكن تلحق نفسك ترجع تصيبها وتزقها ويعني ايه؟ تمنع تفاقم الوضع. لكن لو حاجه متشاله من ناحيه واحده وانت فكيتها غلط قبليها، ايه اللي هيحصل؟ هتقعد خلاص قصه الحكايه. فعشان كده العناصر التوابين او الكانتليفر تخلي بالك ان انت تديلها الوقت بتاعها المناسب عشان ما يحصلش فيها مشكله. وعشان كده تلاقي بعض الناس يفك القلب الاول وتيجي الكوابيس في الاخر شويه تاخد وقتها. يقول لك حتى على بال ما اخلص، ما انا مش هفكه كله في نفس الوقت. على بال ما اخلص يكون ايه؟ اخدت لها وقت زياده وشدت تاني. في كل الاحوال الكانتليفر المينيمم بتاعنا كام؟ 7 ايام. يعني لو الكانتليفر طوله متر، متر في 4 ب 4 واجمع عليهم 2 يبقى كام؟ 6. لا انت هتفك بعد 7، الحد الادنى بتاعنا 7 ايام. ريبير اشكال غير مرغوب فيها، اول ما تفك تلاقي المنظر ده. ايه المناظر اللي انت شايفها ديت؟ اه حته فاضيه بالذات تقاطع الكاميرا مع العمود زي الصوره اللي في اليمين فوق. شايف كده؟ انت شايف من الناحيه الثانيه. الصوره اللي في اليمين في الشمال بس فوق برضه. شايف المنظر بتاعت الحديد طالعه كده. وايه اللي بيساعد على الحكايه ديت؟ ان المنطقه دي تقاطع اتجاه صلب تسليم. فبتلاقي اتجاه العمود راح تاني. واتجاه الكاميرا افقيه. ولو في كاميرا كمان مرتكزه على العمود تدي لك عامله زي المنفذ كده. فيصعب للقرصنه انها تعدي من الغابه اللي انت عاملها. عشان كده ممكن لما تفك تلاقيها فاضيه. وبعض الاحيان بتخترق الفورمه زي الصوره اللي في النص، ده عمود من اسفله. بتبص تلاقي في جنب الفورمه ما تحطش الفاصل ما بينه وما بين صلب التسليم. فجنب الفورمه لازق تسليم. هل في قرصنه هتعدي لك من بره؟ ما فيش. انت هنا دي غلطه في التسليم. فلما تبص تبص تلاقي المنطقه دي مالها؟ هو مفيش حاجه عدت. السياخ الحديد بتاعتك مكشوفه وكل حاجه. بتعمل ايه بقى في الاخر؟ اه زي الراجل ده ما عمل كده اللي موجود في النص. لو حاجه بسيطه بتلاقيه راح جايب مونة وراح ماليه. بس بنسميها مونة محسنه. محسنه ليه بقى المونة دي؟ لانك لو جبت مونة عاديه هيحصل لها شرينج. وبالتالي انت هتقول تملى فراغ، بعد شويه فيها فتره عمل. إذا أنت ما عملتش استمرارية للقرصنة، أنت بقى عندك قرصنة فيها خرم وجوه الخرم قرصنة، بس الأتنين مش متصلين ببعض. بتيجي من هنا زي الراجل اللي على الشمال، بتعمل نوع من أنواع التجهيز. القرصنة اللي بتطق زي الموجودة على اليمين ديت، زي الحاجات اللي على الطاق يدرس فيها الأجهزة، الكورس أجهزة بشكل واضح. وبالتالي لو حد طبق عليها حقه صغيره هتلاقيها راحت مكرونه، طلعت من مكانها. كان كده في البدايه الراجل ده بيعمل ايه؟ ده عمال يكسر الحاجات اللي ممكن بخطه تنفصل. علشان كل الحاجات اللي مش ماسكه كويس تقع. ما هي بايظه بايظه بقى خلاص هنطلعها. المهم نصلح صح. اللي على الوش واللي مش متماسك كويس مع الكتله اللي وراه هنشيله. وبعدين بعد كده بقى كاننا بنبيض القرصنه بتاعتنا فترجع للوضع كويس بتاعها. وفي بعض الاحيان بنحط على الاصل شخصيا مواد كيميائيه لواقط تلزق حاجتين في بعض عشان تشجع كمان على التماسك بتاع العناصر بتاعتك. لحد كده حد عنده اي اسئله يا جماعه في المراحل؟ يبقى نراجعهم مع بعض. ريبير اشكال غير مرغوب فيها، اول ما تفك تلاقي المنظر ده. ايه المناظر اللي انت شايفها ديت؟ اه حته فاضيه بالذات تقاطع الكاميرا مع العمود زي الصوره اللي في اليمين فوق. شايف كده؟ انت شايف من الناحيه الثانيه. الصوره اللي في اليمين في الشمال بس فوق برضه. شايف المنظر بتاعت الحديد طالعه كده. وايه اللي بيساعد على الحكايه ديت؟ ان المنطقه دي تقاطع اتجاه صلب تسليم. فبتلاقي اتجاه العمود راح تاني. واتجاه الكاميرا افقيه.
ولو في كاميرا كمان مرتكزه على العمود تديلك عامله زي المنفذ كده، فيصعب للقرصنه انها تعدي من الغابه دي اللي انت عاملها. عشان كده ممكن لما تفك تلاقيها فاضيه. وبعض الاحيان بتقترب الفورمه زي الصوره اللي في النص، ده عمود من اسفلها. بتبص تلاقي في جنب الفورمه ما تحطش الفاصل ما بينه وما بين صلب التسليم. فجنب الفورمه لازق تسليم. هل في قرصنه هتعدي لك من بره؟ ما فيش. انتهينا، دي غلطه في التسليم. فلما تبص تبص تلاقي المنطقه دي مالها؟ هو مفيش حاجه عدت. السياخ الحديد بتاعتك مكشوفه وكل حاجه. بتعمل ايه بقى في الاخر؟ زي الراجل ده معانا كده اللي موجود في النص. لو حاجه بسيطه بتلاقي راح جايب مونه وراح ماليه. بس بنسميها مونه محسنه. محسنه ليه بقى المونه دي؟ لانك لو جبت مونه عاديه هيحصل لها شرينكج. وبالتالي انت هتقول تملى فراغ، بعد شويه فيها فصلت عنك. اذا انت ما عملتش استمراريه للقرصنه، انت بقى عندك قرصنه فيها خرم وجوه الخرم قرصنه، بس لكن مش فاصلين ببعض. بتيجي من هنا زي الراجل اللي على الشمال، بتعمل نوع من انواع التجهيز. القرصنه اللي بتطق زي الموجوده على اليمين دي، زي الحاجات اللي على السطح يبرز فيها الاجنبي، كورس اجنبي بشكل واضح. وبالتالي لو حتى طبق عليها حقه صغيره هتلاقيها راحت مكرونه، طلعت من مكانها. كان كده في البدايه الراجل ده بيعمل ايه؟ ده عمال يكسر الحاجات اللي ممكن بخطه تنفصل. علشان كل الحاجات اللي مش ماسكه كويس تقع. ما هي بايظه بايظه بقى خلاص هنطلعها. المهم نصلح صح. اللي على الوش واللي مش متناسق كويس مع الكتله اللي وراه هنشيله. وبعدين بعد كده بقى كاننا بنبيض القرصنه بتاعتنا فترجع للوضع كويس بتاعها. وفي بعض الاحيان بنحط على الاسطح دي مواد كيميائيه لواصق تلزق حاجتين في بعض عشان تشجع كمان على التناسب بتاع العناصر بتاعها. لحد كده حد عنده اي اسئله يا جماعه في المراحل؟ يبقى نراجعهم مع بعض.